أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب، وسامح حفوتي وأجب دعائي، فإنك لم تزل أبدا مجيبا. والصلاة والسلام على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. سيدي يا رسول الله، الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها تيها من الأهوال والظلمات. لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما سيدي منتهى الخطوات. يا رب قد أكرمتنا بمحمد، هل بعد هذا يا كريم عطاء؟ يا رسول الله أنت إمامنا وشفيعنا وسراجنا الوضاء. أنا تلفتت العيون بدت لها مما حملت شريعة سمحاء. فلطالما ألقى جبينك يا سيدي في الثرى عرقا تفوح بمسكه الغبراء. صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد. ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما بالأسحار صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، من مسجد الحبيب المصطفى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لهذا المسجد بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشكر من أحسن هذا الاختيار، الحبيب المصطفى، فدائما حينما يذكر هذا الاسم تجد صلى الله عليه وسلم. من مسجد الحبيب المصطفى بمشتول القاضي بمركز الزقازيق، نحييكم إخوة الإيمان والإسلام، ونعيش في رحاب أمسية دينية جاءت بمناسبة افتتاح هذا المكان، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم جميعا، وأن يبني الله لكم قصورا في الجنة كما بنيتم له بيتا في الأرض. معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ومعنا متحدثا فضيلة الشيخ سعيد نصار مدير إدارة أوقاف هيا، ومعنا مبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. يحضر معنا الأستاذ الكبير الأستاذ مصطفى وهدان، والكابتن السيد محمود، والحاج عزت بدوي. وقد جئنا بدعوة كريمة من أهالي القرية الطيبين، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. كما نشكر فضيلة الشيخ محمد المراعي، والذي كان سببا في وجودنا في هذا المكان، سائلا أن يجعل سيره في ميزان حسناته يوم القيامة. القرآن الكريم، قال سيدنا ابن عباس في حق القرآن: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة.
ونجاه من سوء الحساب يوم القيامة. وقال سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه في حق القرآن: لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام الله. وقال سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في حق القرآن: إن كل آية في القرآن درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم. إن كل آية في القرآن درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم، فارفعوا درجاتكم في الجنة بتلاوة القرآن، وعمروا بيوتكم بذكر الواحد الديان. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من أهل القرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ونحن مقبلون بمشيئة الله تعالى على شهر القرآن، شهر الرحمات والنفحات، شهر البركات، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر وأن نكون فيه من عتقاء الله تبارك وتعالى من النار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبلغنا رمضان وأن تجعلنا فيه من عتقائك من النار. فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك يستهل هذه الأمسية بهذه التلاوة القرآنية المباركة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على الحبيب. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا
سيدي حمدي أسافر. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب
يستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. الله عليك. والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم تجلى عليك ربنا برضاه.
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله أكبر، الله أكبر. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الله ايه لا عليك انت جمعك يا رب اكبر. لا عليك يا سيدنا الدكتور عبد الناصر. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر عليك. اشرح صدرك على الطوال يا رب. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. صل على النبي. قرآن بالقلب صلى الله عليه وسلم. عليك ويرسل عليكم حفظة. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الله أكبر. عليك يا سيدنا. الآن يا رب. الله أكبر. نعم. سيئة جميلة يا دكتور الله. ثم ردوا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن
من الأولى ولسوف يرضيك ربك فترضى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. من الأولى ولسوف يرضيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك بك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم. الله عليك يا سيدنا. صدرك بالقرآن يا رب. هذا الشيب من ذاك الأسد يا مولانا. في وسط القرايه عشان بعد القرايه. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم عليك يا سيدنا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر القرآن يحلو كلما كررته ولذلك عدت مكررا لحلاوته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم يا رب العالمين اللهم اجعلنا بالقرآن عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند الجزاء من الفائزين هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك.